السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي مع الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة العربية. معانا النهاردة المحور الثالث، كيف يعمل العالم؟ الموضوع الثالث، الحفاظ على النيل. قصة النهاردة، مجاري النيل تسقي الحقول. تعالوا نشوف القصة بتقول ايه. في كل صباح أذهب مع أبي إلى الحقل للعمل في زراعة الأرز، فأزيل الجسر وأفتح مجرى الماء لأسقي الحقول. النهاردة يا أصدقائي قصتنا بتتكلم عن مجاري النيل التي تسقي الحقول. بيقول لي صديقنا إن هو كل يوم في الصباح بيذهب مع أبيه إلى الحقل. طيب الحقل ده اللي هو المكان للزراعة، طيب بيزرعوا فيه إيه؟ بيقوموا بزراعة الأرز. طيب بيقول لي بيعمل ايه عشان يقوم بزراعة الأرز؟ يزيل الجسر وأفتح مجرى الماء لأسقي الحقول. يبقى صديقنا بيزيل الجسر، يعني بيحاول يشيل الجسر اللي هو عامله لكي يفتح المجرى اللي هو طريق الماء لكي تصل الماء إلى الحقل ويسقي الحقل. ذهبت اليوم كعادتي إلى مجاري المياه لأفتحها، فوجدت بطة تركض على بيضها فوق الجسر. لم أعرف ماذا أفعل، هل أبعدها من على بيضها لأفتح الجسر أم أتركها؟ في يوم من الأيام يا أصدقائي زي العادة ذهب صديقنا زي ما بتعود بقى كل يوم كده إن هو يروح يفتح مجاري الماء. طب بيفتحها ليه؟ هيفتحها لكي يسقي الحقل، لكي ينمو الزرع. طيب ايه اللي حصل؟ وجد بطة تركض على بيضها فوق الجسر، يعني لقى بطة بتركض، يعني قاعدة على البيض بتاعها عشان البيض يفقس، ها ومكانها فين؟ مكانها كان على ايه؟ على الجسر. صديقنا لم يعرف ماذا يفعل، قاعد يسأل نفسه طب انا اعمل ايه؟ هل ابعدها عن بيضها، يعني يبعد البطة عن البيض بتاعها والبطة تقوم، ولا يفتح ولا يسيبها لغاية لما تفق لغاية لما يفقس البيض؟ ذهبت الى ابي واحضرته ليرى البطة. ابتسم ابي وقال انت لا تريد ان تزعج البطة، حسنا نستطيع حفر مجرى اخر للماء. الولد قعد يفكر يعمل ايه. بعد كده ذهب الى والده واحضره ليرى البطة. اول ما والده شاف البطة وهي تجلس على مجرى الماء الذي يسقي الحقل، فهم الاب ان الولد لا يريد ازعاج البطة او لا يريد ان تقوم البطة من على بيضها، فقال له حسنا احنا ممكن نقدر ان احنا نحفر مجرى ماء اخر يصل الى الحقل ونسقي به الحقل. أخذ أبي الفأس وحفر مجرى آخر بعيداً عن البطة. قام الأب بأخذ الفأس وهو آلة ليقوم بها بالحفر المجرى الآخر، وكان حريص أن يكون هذا المجرى بعيداً عن المكان الذي كانت تركض فيه البطة حتى لا يزعجها. ودلوقتي معنا الكلمة والمعنى. الحقل هو أرض للزراعة. أزيل، أبعد، تزعج، تضايق. أسقي، أروي، تريد، ترغب. الجسر، ممر فوق النهر. الكلمة والمضاد. مضاد صباح، مساء، أذهب، أعود أو أرجع. تزعج، تسعد. المفرد والجمع. جمع الجسر، الجسور. مجرى، مجار أو مجاري. الماء، المياه أو الأمواه. ومعنا أسئلة أجب. أول سؤال معنا بيقول لماذا يذهب الفلاح وابنه إلى الحقل؟ يذهب الفلاح وابنه إلى الحقل للعمل في زراعة الأرز. لماذا يفتح الولد مجرى الماء؟ يفتح الولد مجرى الماء ليسقي الحقول. ماذا يفعل الفلاح في الحقل؟
الفلاح يقوم بإزالة الجسر ويفتح مجرى الماء ليسقي الحقول. ماذا فعل الأب بعد أن رأى البطة؟ قام الأب بأخذ الفأس وحفر مجرى آخر بعيدا عن البطة. ماذا تعلمت من الدرس؟ عدم إزعاج الآخرين والرفق بالطيور والتعاون والمشاركة وحسن التصرف. ودلوقتي معانا سؤال المتفوقين بيقول: ماذا وجد الولد عندما ذهب ليفتح مجرى الماء؟ نقول تاني: ماذا وجد الولد عندما ذهب ليفتح مجرى الماء؟ ها، هل أنت تفكر الآن؟ على وشك الانتهاء؟ هل انتهيت من التفكير؟ طب ما تنساش تسيب لي الإجابة في التعليقات. ودلوقتي معانا أكمل شبكة المفردات. شبكة المفردات يعني هو بيجيب لي كلمة واحنا بنجيب الكلمات اللي ليها علاقة بالكلمة دي. يعني احنا عندنا كلمة الحقل، ايه الكلمات اللي ممكن تبقى ليها علاقة بكلمة الحقل؟ ممكن يميز كلمة الحقل اقول فيها فلاح، ممكن اقول فأس، زراعة، حيوانات. احسنت. اكمل خريطة الكلمة. خريطة الكلمة يا سنة ثانية يعني هو بيجيب لي كلمة زي مثلا صباح، بيطلب مني ان انا اجيب نوع الكلمة دي والمرادف والمضاد واضع الكلمة في جملة. يلا يا صديقاتي، نوع كلمة صباح هي؟ كلمة صباح هي يميز اسم. والمرادف؟ معناها اول النهار. والمضاد؟ مساء اول مساء. والجملة؟ ممكن اقول يميز استيقظ صباحا، او ممكن اقول ذهبت الى المدرسة صباح اليوم. احسنت. هنا بيقول لي حدد معنى كلمة يروي في الجملتين. حدد معنى كلمة يروي في الجملتين. اول جملة معانا: يروي الفلاح الزرع. معنى يروي هنا ايه؟ معنى يروي يمس يعني يسقي، يسقي الفلاح الزرع. احسنت. طيب يروي جدي حكاية ممتعة. ميس معنى يروي جدي حكاية ممتعة يعني يقص جدي حكاية ممتعة أو يحكي جدي حكاية ممتعة. أحسنت صديقات. أكمل عائلة الكلمة. عائلة الكلمة يا سنة تانية زي مثلا كلمة تزعج، فأنا بحاول أجيب مشتقات كلمة تزعج وممكن أصل الكلمة برضو أستخدمه. يلا يا صديقاتي قولي لي عائلة الكلمة. الكلمة تزعج ممكن أقول ميس نزعج، أزعج، ممكن كمان أقول يزعج، ممكن أقول مزعج، ممكن كمان أقول يمس الإزعاج. أحسنت. ومعانا دلوقتي سؤال المتفوقين بيقول لي هات كلمات على نفس الوزن. هات كلمات على نفس الوزن. كلمة لكلمة إيه؟ كلمة حقول. هل أنت تفكر الآن؟ على وشك الانتهاء؟ هل انتهيت من التفكير؟ طب ما تنساش تكتب لي الإجابة في التعليقات. ودلوقتي معانا الأساليب لام التعليل. لام التعليل سنة تانية كلمة التعليل يعني السبب. التعليل يعني السبب. السبب. تعالوا نشوف من خلال الأمثلة لام التعليل. أول مثال عندي: أذهب إلى المكتبة لأقرأ الكتب. يعني لو سألتك لماذا تذهب إلى المكتبة؟ لأقرأ الكتب. لأقرأ الكتب يعني ده السبب حدوث الفعل. سبب حدوث الايه؟ الفعل. معنى كده يا ميس ان اذهب الى المكتبه هي جمله الحدث. جمله الايه؟ الحدث. الحدث. ولاقرا الكتب دي جمله الايه؟ جمله السبب يا ميس. احسنتي. انا فصلت بينهم بمين؟ بفاصله منقوطه. فاصله منقوطه. ولام التعليل. لام التعليل. لام التعليل بصوا جايه فين؟ جايه قبل فعل السبب. فعل الايه؟ السبب. السبب. طيب تعالوا نشوف المثال الاخر: تركض الدجاجة على البيض لتخرج الكتاكيت. طيب انا لو قلت لك لماذا تركض الدجاجة على البيض؟ لتخرج الكتاكيت. اذا لاحظتي حاجة صديقتي ان انا سألتك بايه؟ لماذا يا ميس؟ انا بسأل عن لام التعليل بلماذا. احسنتي. ليه؟ لان لماذا بتسأل عن اصلا السبب، صح كده؟ تمام. يبقى تركض الدجاجة على البيض دي جملة الحدث. الحدث. وبعدين فصلت ما بينها وما بين جملة السبب بالفصلة فاصلة منقوطة. الفاصلة المنقوطة. أحسنتي.
ولتخرج الكتاكيت. بصي لاحظتي هنا صديقتي ان لام التعليل بيجي وراها ايه؟ بيجي وراها فعل. ميس في اول مثال كان كلمه اقرا وتاني مثال كلمه تخرج. طيب تعالي نشوف المثال الثالث يا صديقتي. اذهب الى النادي لامارس الرياضه. طيب لماذا اذهب الى النادي؟ لامارس الرياضه. يبقى فين جمله الحدث؟ جمله الحدث اذهب الى النادي، وجمله السبب امارس الرياضه، وفصلت بينهم باقي فاصله منقوطه، وكمان حطيت لام التعليل، ولام التعليل برضو جا وراها ايه؟ جا وراها فعل يميس كلمه امارس. يعني انا كده بقى سنه تانية افرق ما بين لام التعليل وحرف الجر اللي هو اللام، ان لام حرف الجر بيجي وراها، لام حرف الجر يا ميس حضرتك قلت لنا بيجي وراها اسم، لازم يجي وراها اسم، لكن لام التعليل حضرتك لسه قايله لنا بيجي وراها فعل. احسنتي صديقتي. يبقى احنا معانا القاعدة دلوقتي بتقول ايه؟ لام التعليل هي للتعبير عن سبب فعل شيء، بعبر بيها عن فعل شيء معين، وكمان بتستخدم للإجابة عن سؤال بيبدأ بأداة استفهام لماذا. وكمان لام التعليل بتربط ما بين جملة الحدث وكمان بجملة ايه؟ بتربطها بجملة السبب، وبيفصلهما فاصلة منقوطة. احسنتي. طيب معانا التدريب بيقول لي ضع إجابة لهذا السؤال مستخدما لام التعليل. السؤال عندي بيقول لي ماذا تذهب لحديقة الحيوان؟ عشان أجاوب على السؤال ده يا ميس لازم الأول أكتب جملة الحدث، وهي أذهب لحديقة الحيوان، وأحط فاصلة منقوطة، وبعدين أقول السبب لأرى الحيوانات. الجملة على بعضها أذهب لحديقة الحيوان لأرى الحيوانات. طيب السؤال الثاني بيقول لي لماذا نغسل أسناننا؟ نغسل أسناننا وحط فاصلة منقوطة لنحفظها من التسوس. يبقى كده أنا قلت كمان السبب، يبقى جملة الحدث اللي هي نغسل أسناننا فاصلة منقوطة لنحفظها من التلوث، ودي جملة الإيه؟ من التسوس، دي جملة السبب. طيب دلوقتي معانا سؤال المتفوقين بيقول لي ضع سؤالا أجتهد في المدرسة لأصبح طبيبا. نقول تاني أجتهد في المدرسة لأصبح طبيبا. فكر كده وضع السؤال. هل أنت تفكر الآن؟ على وشك الانتهاء. هل انتهيت من التفكير؟ طب ما تنساش اكتب لي الإجابة في التعليقات. اتمنى اصدقائي ان انتوا النهارده تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده، واحنا كنا بنتكلم عن مجاري النيل، والقصه بتاعتنا كانت قصه جميله، وكمان تكونوا اتعلمتوا ازاي نضع لام التعليل، وكنا استفدنا منها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.